جرتا سجل يسود دو مشقة ده حدي وادو جدا ويرك يهشيس يدا يشرر كهوي أي جلين أو عن صوب بندقنا محا كدر لهيت هذا صو كوب هيا وحن كدر لها ورتوا نصيب درو لكن وحن الحمد لله لا يهاي سامالي أو براروكسن أو أركت الظلم كهوي وضو وصنا ما أنت هالقبيل أو سوماليات كحيسان كرين أرنا كرين كالي دقليم رفيل دلا أما سيقول الدولة وصن أرن كرين هوية وحودن كوخ الرواية أول وحي أحاية هبلو إنقا إسله هبلو دارة دلا دل هبلو دارة دقليم رفيل دارة دقليم رفيل دل دقليم رفيل دارة دلا دل بو معنى أول محايدة وحقوق بسنين تيري لكن ما أنت هو كالي جيسوي هوية كالي جيسوي ما أنت قبيل صوماليات والراعية أما الظلم كل راعية أما كل قرب يستاقية ماتشرو سانكا كسور نفتوات كأدكتين رمي لانوي محاب كبر يسان وحن محاب مقلا يي مرحوم كي ماشي فدي أنا قد أقمر عاونا أولا محايا هيدي محاب محايا هيدي توبيا هنوسي كربسو وحبا يوسان دات كسوحي ساكو مصر وحبا يان إساقل ليس كسوخر مريد وحبا هي يان إساقل ليس كسوخر مريد ما أنت إذ أقفسن كريم مثل أما مرحوم هصادران أما هصادران مت كلام أي هذا كون ضبيع أو هصادران أو حرب هوية كتر أما ديلها أما ضررها أما دولاك عاب أما وحن كوري إذ كستقوية هاي كون ضبناش وكتر أو صادران هذا الكيس إرقى عضنا يصم ماله وأن أتشيدنا هدي أي صم أي رديق لي من السفرة كقاعدنا والله صومال أدم بهوية عن تصاريسة هدي سن إذا دردي وذا نشوتشين وإذا قرحيني هنا أركي هنا لو ما أنت كلي لو ما مربي ده على سوقه مر عوا إيه مر محي هيدي أنا ساكة هاي الله بدي من إياه ميت كده أدون كيا يا برور تودو سمالي عنك شغل أنا ما جالس سمالي شغلنا خد كنا كوشنا هردو ده اللي بعشر سنة وح الله قصوقع عندها معركة سيد عند الله فك الله قصوقع ساسا ميت كده الله ولا ما إسكيلية ذي اللي يمر في الأوكي أرجع إبنه وما تحي سنكران إبنه وما أديك سنكران سنك كسرت توتسكارك تجيني دولتنا كم قصن كران بيد الملك اللي كانوا كم قصن كران لفت كرينا ورمتيس صامل نما إبن عدم ميرين كرتا هل سكعليو وح أغلى قحن لما تكلم الكلية هاي محي هديان وح مش أنا دقلي مرفل إلا يا قرتان ربا أولي يا أو قطب هذا صار غير حس شق محمد ما الكل يدا تتمزع كعقل يربا شرته كعلى برتا ذيك عقل ملاميع عقلي دي سمين لسانة الله رد تضرعت اللي سد حسين وشرا يعني عادلو مرك واحد هو واحد اللي يقول لا أن قناة تسمح لودي بلوجر بقلايه يعني مزاجك مرك السنية ولا أن أوح النقضين هاي هدية يعني بوح النقضين مرحويلة مرك صبوح كو خفيفة إيرو قلت ده وقف صدى سنة ده بقف قاطو حاران هاي هدية أنا أما قولي جيس حاران الجشق واسدى إيمانك هو كم غير لكن حس محالة إيمانك الله هو صدى آد يآد باد أما سنتاي سجل سجل أيه هاي بنتو شامع أما سجل عرب أيه هاي قبل ده هسي ماركي سمعني وقبر قب اه او كسو جيد بنتلان او استوريا ورباهين تصاد قعانتا ايالا اسلاق لك داقال رسميا باللو دي هادا حقيقة دي كورنيل قيل لي داقال لدي اقلي جرت هادا يجوغان محاكو داري لهايد بانتا يكون ايشان بقولو اسكريبا ايدي سوو ايرا راي تيه نحضي هو اللوغا لما جير هوي داقال كوصوك لي محاكو داري لهايد وانك سلام يا عديق ايو داودي هاش برنامج كذا ده مغلسيت أو كمغلا يقول ده ما يمغلش ها أدبل قو مغلا كرنيله دراويش تعشر ده يدكان لبعد جيرمانتي هذا أنكو سلام يا أديك يا داودي هاش برنامج كذا أنت أكيد بقى وحن وح وحوي عن الدنيا عن أنا عن جوجنه وحن كقرص ذي إن معنى له وح الدنيا كل شيء جيسة لن أبيك كوبا هن هذا أبيك سكوك هتاك تاجية أبوه ده واحد ما أنت أي يعني أبيكي حماية هذا ترى هذلا يعني أركعي أو نبضوني وحن شيء جناي أو كوه لفت جرين كوه حرين أها اسمه الكسوة أورور صدق وركاسو وزير كي ورفع فين تبطل عن بعض هذلا يوثو يوري لفت جرين وانكو تاجر صنع وحن كوش شيء يعني كوه عدينا يا عبد العزيز محمد حسن لفت جرين ما أملك كونفور قلب هذا يوم الحبيبين كي هاي إن شعب كونفور كالبيض اللي يرادو اما ديك اللي مرفلق ايو تدكي وناكيش على حلق على النول ايو مدحوين ايوهي ما انتنا واكوش ايو استاد وحاكوش ايو كو عدين ايو وحان وابين ايو مجحابين ايو مرهبابين ايو بلاي ايو وحان يعني محاكور ايو وحان نفلهو بورن ماحان ايو ويجب ايان
سيه زم الجمع ويوضون دبر يا سوجيسا حدا إسا صورعان أما دا إسرائيل كان سدان أما دا إيه سوك حستان أمريكاني على شباب إسا صعود دا يسوقلان دي مشان رير رير كلمات الدولة دي كراي مانت بمجره دولة نمدوا هشيس هشيس بلشو حدي تالا واينا دي أمريكا يغلفت قران عبد العزيز بها الشيء وحبرني والبخير كيسو دي بقول نقل انت دمدت وحي ربان هذا براوة اللي أرقلتكم بالأبان يو أفقوية سيد حد يقول مقالة إنسان سانتنا أي موقته لكن ويكون فشل ميان صوبتو هذا الكلام ربما نكون علينا يا أيها عنيق إيه باهن عنيق أيها أم باهنو دكتنا والله هاي وبيجي عنيق وقت يدم ريا قدرتنا عنيق حكومه وحي شيء يعني وحي مالها أي كشيء شيء يعني ده هذا الذي لقوا يقيني واي نلين سود دلو يدارنا يسوع لكن يا نلين سود دلي وهذا لا دارنا يا والله عنيق مدلي نكون هاي يسوع لكن أفرت كتاب إلهي سود جي إنجيل فرقان زبور إتورات هذا يعني ما كان صار لكان بينكم مش شيء ولي جماعة منا يو خير أنا لقوا آمنا يا ماهن وحن كلو أركا وريال وري أهنجري وحن نصيب درا هاي كل يجي لفت جرنا إتوبي لصفن هذي لفت جرنا إتوبي أول صفن هاي أسمع وحن كهو ري لفت جرنا شعب ككونفر قلب يدوح يجي عدين إذا كنت دجانا داس ورعيدا كصوب الدلميشن إتوبي هداي بعد الشباب كان صورنا قنايو خبكي على جدود يو برجاني يوم زجوا إذا كوا أد جيسين ود أب قال كيو إن هبل هبل كده إذا كوه بيسان وحرردير اللي جوش حريجي هداي بحرتها بدأ الشباب قبسمبو ده أنا جا النصية مدي الدين ما أنا جا أسبوعين ضنة إن مش هنا لقى ليس هنا لقى شيء شباب كبكول جوا الحمر وطقيا هبيني ما الحمر ولا سكدي لا هبي هنا وطن بيسي قرحة كصعديو هو بيا لجوج راعي مركا عبد العزيز حسن لفت جران إثيوبيا سنجي فرع أمجلو ويل كدي اللي مرفلا إثيوبيا سنجي فرع أمجلو لكن مركا إتماده والدنيا تبين تلا إسكو هنا يو مركا إتماده ده حسين محمد فرع عديد ما حمر جوجا أو جري لبده كل إتوان كي تضبطي دولتي عبد الله يوسف أنا جي إثيوبيا هالباص بربنا قد حي عط كيسه هبي مرش فعل سود ديسي مركا حسن قصر الله داعي عبد حسن عبالة غيب ديد باي جوغا وحمر كوكا راعي محاوكو راعي البيتم كي رساسي يتوبي لغاس وقادة جري اسويدان اللغو حري هتوقت هاي لغو كوني طوان كي وحي هاد بو ناقيه ان دهب سوق دهب لها كوكا راعي وقامي كو حيث دي نيدان الخوب كسوق قادة ما جري يتوبي وامي اوكي مركا اتماد الصومالي نمو صومالي نمو ماانت صومالي نمو ماانت جوتو حاكهو ريا افر قبيلي يبرع مشان بيلوت وزير هذا واحد كوكا بسنا قبيل سفير هذا حدا يبي هديه بلا صاحبه قبيل بانكوكا بسنا ان حلمان هذا قبيل بانكوكا بسنا ده بقدوم يا برلمان كوا قبيل رئيس الوزراء هو الدارات كان حد فدي من الحبيل هالشيء جناه أو دويد ساق قصة يضرب كي صوش ذي يعني أستاذ ما أنت كوش يا جو لما كان هرابة مهبي ضرب كي أيه صوش ذي يعني ويصوش ذي وهو العيا أنا جبي ما أقول ضرب كاسين أنا كوش ابنه أما دنبسكم مشو بينه أما عار عيدكم مشو بينه أما عاركم مشو بين دم كاسي قاصة يوم كشو بينه صوبت واحد دم كاسي عند ميلو وحي لم يتهي إل لنك أتكاري الجلب هو ذا قبصني له جامية عن رهني أي نقص نساء الدنيا الفرصة كوسا مرتوا الذهبي لم هلا الدنيا حنوجو جعلها إن أريكم تمركو غوري صدول ملاي قوسا ويرارو الدونك حديث دليار أنا هاي حديث تصالحها رجال كثير يسبوه وقيمة شرف ليه مركل قاعد قدرني هاي أما لو صوب معه دول بيكون صوب قالوا يا أيش صوب بين فرتين كانوا يبون تصوب درعذان أيش صوب هبروا بعذان إيه كعرة بيدا ولا وضع بقول كنتم لو وضع بقول كنتم كيلومتر ككعرة مقالة بيدا بو إيجي إلى نمبر أفر على ري قريب بك أمك كبشر بيها كوبد شيء سجاشن يسديه دي سجاشن يسجال كي تاريخ ذا أيضا إسقاط الشيك لو جب قر تاريخ ذا وحيا والله كل واحد كم يتحدى واحد بلابين divide and roll واحد يراد قيبيو قيبيو حكونا أي بلابين أضيع حما يو ضعي وينها حمر كهر لا إما إنه ملك صور وصديو ونبي تاسي وحي كت سيسا قيبيو حكون تركي اللي قيبيو كده ما إنه حكمان تاسنا واكسه ورجل هذا يبي أنكو شيء بنت يا أيقو شيء جيان أنا قرهم بروب الدلني قيانا ذا يا أيقو ما تسمينا جيان والله فهم سن هاي سدي نون نعن برو كريه سني سدي نون كريه سدين برو نعبنا هاي عيارتا يجلا جيان بالله جلينا كتابك أخريان بانكيس كلا أخرينا إنجيل هذا أخريان فقراء إنجيل هذا يسوع أخرستان فرقان بان أخرينا
زبور هدا يسوع آخر يعني ثورات ما آخر لنا مش يا إيجاش الله قالنا لا إسكو فهمي ترى هاد إرتانتي ورا ويسوع لما تي تغي معلومة هذه واحد تمت مرحلة دوسون الآن يا حدا وعن كل شيء يا حسن شيخ محمود إثيوبيا وهي كنت مع ذي لما ذكر صدح إثيوبيا إثيوبيا وضنك وهي سوق شيء لما ذكر صدح إثيوبيا لما إثيوبيا مركي أصلا الدور تي فرمدي سي جوان كيسي ورقتي سي كوسوغ شي قلن كيسا شريف شيخ احمد اما شيخ شريف نينكي لو ود بوقلو كونو دليير دويلودا يو ايدال يي مخاس يو جد كودش يو بديرد لي كو دمهيي كديب مدحبينا سومالي نوقدي مريكان اسو ديباي ايتوبيا اسغا ولا هاد لا غلو كساراي لكن حسن شيخ با كو سو عليي ايتوبيا دي شلي اديق اد فيرمدادي كو كينت مركي لوغو درتي 2013 ايات مانتا ايغا دادينيسا إذا يهين إثيوبيان أن محاكو داية أن قالوا وايا ترى هذي ديقي لي مرفل ويلا سفايهين هذي ديقي لي مرفل عني سنجي نوع مقالي سلدانة دي كوفرت صومالي أيينو نحي عنقا سلدانو ينكي دل كان صومري والدنيا دنا عنقا ينوغو نماتا عنقا ينوغو بلابطا سو أساق الشيغي ويان لكن وحا اسويدين مدن ويلاشا مركلا ليهي والدنيا دا anaga inagu bilaabata oo yiri anaga inagu dhamaataa that's right maxaa loo jeedaa galcadii masagawa iyo masjidka cali gaduud aad adigu ogtahay 2 milyan oo gondob aan laga helay 2 milyan oo gondob wiilasha ku dhimanay waxay ahaayeen digli mirifle galcadii masagawa iyo galhareeri budbud iyo bargaan digli mirifle ah xoreeyay illa iyo xaradheer iyo hobay ka dagaalamayeen guriyeed iyo bali gubad la ay ka dagaalamayeen waxay ka dagaalamayeen meesh la yiraahdo in mataban ayaga nimankaan habiyaha dhalinyaradooda maxaa u diiday baay bacol inay ka dagaalamaan ayagoo xoog dalka ah maadaama kuwa ay gaba xagga ay ku dhimanayaan ku shahiidayaan ku dhimanayaan kuwoodii maxay u diideen baay bacol inay ku dhintaan ay rab dhuuray iyo qasax dheeri iyo baay biyole iyo maxaa ku laalay awdiili iyo bardaali iyo diinsoor sablaali ku turwaare inay ku geeriyoodan maxaa u diiday ma ogolo mana rabaan laakiin markii gobolka shabeelada hoose uu yahay ay dul sheeganayaan ayagana aynu ku magacaawneen waxay jecel yihiin wiilashooda inay soo geliyaan haday soo geliyaan daraawishti daraad baraawe maalin aad habeen oga dhigtay ayaa wali fadhida baraawe haday wiilashoodana soo geliyaan ay taagtaag bilaawaan wiilashii baa baraawe jooga oo daraad ayadoo maalin cadoy ay tahay habeen looga dhigay qoraxda umado waatay qorax madowad baa ayaga ilaahay ku soo ayagoo military sheeganaayay saarad dhameystiran heesaan oo ciidan qabiil ah oo military laakiin lagu sheegay ciidan daraawish koonfur galbeed oo kali police military oo kale u toobaran ayaa maalin cadoy qorax madowad ku riday midadkoodan waad aragtay maxkamada la soo taagay ah maxkamada way tagtay walaalayaal oo xididanahay xabad hoos nooga dhiga unuka wada hadlayna ayaa lagu damiyay arintii maxkamada la soo saaray waay in run bay ku ooyaan ilmana hooyadooda inta dabadeed nimanka reer hiraab haday xishoonayaan xuseen maxamed faraax aydid baa xamar u joogo oo ethiopia anay hal passport baa naga dhexeeyo uu yiraahday diwaan ugu noqonayaa arinta maxamed khayra afrah aadiin aniga leeyahay cabdi xasan abaala qayb diid ayaa maxkamada waxa u fadhiya aqalka sare gudoomihii gudiga dastuurka qabi qoraalka soomaaliya maanta ah waana ninka suuqa dahablaha ku garaacayay madaxfiyada ayaa aqalka sare u fadhiyo muuse suudi iyo waxa uu baa aqalka sare u fadhiyo xildhibaan ah wala hadii la hawo cali cabaas la yiraahdo ethiopia ka soo qaaday ma aanan ku barowey suuqa bakaaraha ku barowey ha waa la ogyahay way duubantahay ila laan ayda black and white taariikhda madow waxay ku jirtaa youtube aanan soo bixinayo inta walba way baaran kartaa caawa inta marka laga tago ustaad waxa uu ku sheegay anoo ka faa'iideysanayo reer digli iyo mirifle shaqada belbe isu bedelaysa marka noocan u hadlayo soomaali kale yeynin in la yaabin iyo holcaya habiya noo soo shiday anagana gaaskan ku shubeynaa waxaan garab iyo gaashaan u nahay oo garab taagannahay cabdi casiis lafta gareen iyo maamulka koonfur galbeed hadda indhaha isa soo tiraan inuu ku soo hungoobaan ay soo galaan ma dil baa lagu bato horta dil lagu ma bato waa lagu baabaa soomaa laakiin dilka kala macaan badan dhimashadu way kala macaan badan tahay nin dhulkiisa difaacanayo geeriyooday iyo daalum daalum dhalay oo tuuga soo duulay ee aniga rawayno aniga ii soo wadaniyay wadaniyad been ah oo igu soo xuxiyo waa aqaana sida madax looga jaro qabyaalad weligeena ma baran weligeeni qabyaalad isku ma dayin dad waxaan nahay nabadda iyo kala dambeynta iyo dowladnimada jecel oo ganacsadaan nahay dad soo dhaweeya ilaahay naga dhigay haddii taasi been ay tahay
dhulka maanta ayagu ay sheeganayaan degma ay ku magacaawan yihiin maanta ma jiro. Tan iyo Boosaaso, Bari iyo Xaafuun ilaa iyo Baargaal iyo Caluula ay ka ganacsadaan dadka, dadkana ma dulmiyaan, mana sheegan karaan dhulkaas. Kuwa dhuusamana banaankeeda maanta malabka kumaalayo, wallaahi baa ilayna sheegan karin digli miriflaa raxaweynta joogta dhuusamare banaankeeda malabka ka ganacsado oo tiyaglow ka qaaday dhulkan, wallaahi baa ilayna sheegan karin. Marka dowladnimada ilaan jecelnahay taasaa ku tusaysa. Wadaniyada ayaga ay sheegayaan ayadoo dhab ah anagaa practicali ahaan practicali ahaan anagaa u samaynaybo, maxaan ula jeedaa anagaa bargaanna ku dhimanay, anagaa budbudi masagawaana ku geeriyoonay, wiilashayda walaalahayga ahay kuwa ku geeriyoonayay dhuusamare banaankeeda, ayaga hal nin xataa maanta kama joogo bakool oo askari ah dowladda dhexe ka socdo. Taasi waxay ku tusaysaa Itoobiyadii ayuu hubka kasoo qaadan jiray oo Xasan Sheekh Maxamuud markii la doortay kadib doorashadan, doorashadii ka horeysay madaxweynaha marka ugu horeysa uu noqonayay, qalinkiisa ay kusoo gashay Itoobiya inay ku joogtaa Soomaaliya. Marka wixii xun xaaba ayaa iskale Koonfur Galbeed maxaa kasoo uray, Koonfur Galbeed waxaa kasoo uray weligaaga xilligan maanta la taagan yahay ninkii ugu raaca ilaahay ninkii kale qarniga maanta aynu joogno 21aad sanadii 2024ka xishoodka iyo ixtiraamka iyo dowlad jacaylka iyo dhowrsanaanta waxaad ku weynaysaa sharafta iyo karaamada ilaahay uu ku siiyey. Maxaan ula jeedaa, afkooda wuxuu koray oo keliya Koonfur Galbeed, nimankan hebiyaha ah ee hiraab ah ee xidid iyo xigaalka aannahay, wixii xidid iyo xigaal xagga marka la geeyo way yaqaanaan sida loo geeriyoodo. Aniga waan u sheegay isgaarsiintan dalka ayagaa maynta gacantooda ku jirtaa, +25261 Soomaalina ka dhexaysa, laakiin ayaday gacantooda ku jirtaa maanta isgaarsiinta in shacabka Soomaaliyeed nin walba simikaarkiisa ID card oo la qaato way diideen. Waxaan ula jeedaa sida loo dhinto way yaqaanaan, macni waxaan ula jeedaa hadda ka hor baan nin waxaan ku yiri haddii ID card shacabka ay qaataan ka waran nin walba simikaarkiisana lagu rejista garee ID card-kiisa sida shacabka loo dhageysto wixii shabaab ay wixii kale duduubnaad ku soo socotaa igu yiri. Markaasaa waxaa yiri isgaarsiinta gacantiina ku jirta haybis qalaas ID card-na ma rabne, horta qaraa hadduu dhaca yiri Muqdisho unuu kaa iskale soo ma lihidiinaa yiraha 80% idinka soo ma ahaa, waan ku faraxsanaa sababtoo ah idinkaa diidan dowladnimada. Aniga waxaad iga dhigtaa garab iyo gaashaan, aniga garab iyo gaashaan baad iga dhigtaa xoogga dalka anigaa u badan. Inaad isgaarsiinta diidaan waan ku faraxsanahay ayaa yiri, 20% waan kula qaybsanaa dhibka, aniga iyo banaadiri iyo waan kula qaybsanayaa. Laakiin markay timaadaa yiri oohinta, markii hore raganimo loo hadlo gadaalna ri-arinimo loo yeero, guuxa kaasoo baxay raganimaad muujisid gadaalna adiga sidii ri-arinimo adiga aad u yeertid lax oo kale ma kaa yeerto. Ogow waa yiri maanta xilligii xilligii maahan, waqtigana waqtigii maaha, wacdiga la joogo wacdigii maahan, dadka dadkii maahan, qarniga qarnigii maaha. Dee qarniga 21 qarniga 20aad wuxuu ku ekaa 1999kii uu ku ekaa 2000 uu ku ekaa 2001kii wixii ka dambeeyey qarniga 21aad loo bilaabmay 24 sano ayaan ka cunnay, yaa 66 sano ka dhiman qarniga 21aad dhamaadkiisa. Ninkii nool ilaahay gaarsiiyo 100 sano ma gaarayo, ama 110 sano ninkii gaarayo. Marka waxaan ula jeedaa ayaga ay gabadha goobta ugu jirtaa maanta way fashilmeen, fashil bay dhex taagan yihiin. Cid noo soo dubladeyn karto amba wadaniyad been ah xuux ah iyo nala soo doonan karayso ma jirto dalka gudihii iyo dibadii. Aqligiina iyo garaadkiina ha shaqeeyo digli miriflow, reer Maylan, Koonfur Galbeed ahaan ase DM ayaa la hadlaya dadka Soomaaliyeed ee dir iyo daarooda leh, habiyaha qaarkii ee fahamsan ulujeedadana waxay tahay ee xalaasha ah oo 5% ama 10% ah, inta kalena shirarkooda waa xaaraan, waa dugtahay hadalada afkooda ka sooba waa xaaraan, waxay ku hadaaqayaan waa xaaraan, waxay sameynayaan waa xaaraan, shirarka idaacadaha ay u soo bandhigaan waxaa ka badan shirarka kala qarsoon aan idaacadaha muqalbaayaha allos la soo hordhiginaa ka badan, oo ay lugooyada ku sameynayaan waa xaaraan. Af xaaraan bartayna udgoon xalaal ah kama soo baxdo. Maxaan ku yiri ustaadow calooshii qoyaan baratayna qalad uma dul qaadan karto. Marka kubii hogaamiye kooxeetada ahaa ee Itoobiya hubka kasoo qaadan jiray ayaa maanta sanatar u wada ah, ninkii maanta Soomaaliya madaxweynaha ka ah ayaa Itoobiya soo geliyey 2012kii markii asaga la doortay Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Shariifna wuu ka saaray, Xasan baa keenay. Marka Xasan, Itoobiyadii adiga aad keentay
ayaad rabtaa nin digil imrifa u dhashay oo madaxweynaha koonfur galbeed inaad dusha ka saartid. Waa isku baaba'ayaan dadka dee, dadka way isku baabi'i doonaan, qabiiladu way isku baabi'i doonaan, maryo dhiig leh ayayna dadka kala furan doonaan, waanu isdili doonaa, annagaa isdili doonno. Haa, dee wax laisoo qarinaya ma jiro. Dhimasho waa loo joogaa adduunkan, nin walboo dhasho wuu dhiman. cid adduunka baaqa ku noqonaysa aan ilaahay ahayn ma jiro, laakiin gardarada iyo adabdarada ma qaadanayno, cidna kama yeelayno gardara iyo adabdara, cidna ma dulmin, laakiin dulmi cid kama yeelayno. Corneli, kun iyo shan boqol oo ciidan ah oo hawiye ah in ay duulaan ku soo qaadaan laba jeer maantay, isla markaana maydadkooda iyo geedaha maydadku ay badan yihiin oo digla oo mirifle macnihi ay jareen, maxay ka dhigan tahay? xisaab qaldan markaa isku soo dhufastid, feeri dhigayso, waxaan kuu sheegayaa aadan, waxaan kuu sheegayaa dadkan kama daalaan, dadkan saddex shay kama daalaan. maanta haddaan ku leeyahay inay been isu soo been fartiimaan kama daalaan, kamana tanaasulayaan, xaaraanta kama tanaasulayaan iyo beenta, boor isku qariska kama tanaasulaan, haddana kama xishoodaan inay gadaal ka ooyaan oo calaacalkale kama xishoodaan, been isu soo fartiinka kama daalaan aan ku yidhi kamana tanaasulaan, xaaraanta kama daalaan kamana tanaasulaan, boor isku qariska kama daalaan kamana tanaasulaan, calaacalkana kama xishoodaan. Laakiin calaacalkana ayagoo calaacalaya ayay soo fariisaan idaacadaha, kamana xishoodaan. sida loo geeriyoodo ayay garanayaan, markaan ku leeyahay ayagaa isgacan bidixaynaya. ugu dambeen ayagayna ku foorartaa maanta, waanba soo jeednaabo dhuunkaaba ina kala go'san anaga. hadday maanta ku jabeen, dee jabka hadda uma bilaaban, jabka hadda uma bilaaban. jabka wuxuu u bilaabmay markay soo ilooween oo ay niyadda ka saareen. weligaaga haddaad been badan tahay, xusuustaada waa inay badnaataa. qof been badan haddaad tahay, waa inaad wax badan xusuusnaataa si aad isu difaacdid. waxay xusuustoodii ku burburiyeen dhul aynan ku magacaawneen, madaxweyne ku-xigeen oo dhulkiisa aynan haysanin ayay maanta raadinayaan. marka waxaan ula jeedaa jabka hadda uma bilaaban. jabka wuxuu u bilaabmay maalintii degada Baraw lasoo dhagax dhigay. jabka wuxuu u bilaabmay maalintii Baraw ay kusoo duuleen. jabka wuxuu u bilaabmay maalintii caasimada Koonfur Galbeed Baraw ay noqotay. jabka wuxuu u bilaabmay ninkii madaxweynaha Soomaaliya ka noqday 2012kii, Itoobiyaankii asaga keenay, intuu hilmaamay oo yiri lafta garan baa Itoobiyaan wadankan keenay. haddana jabka wuxuu u bilaabmay markay yiraahdeen toobad keena gaalaa tihiin, anagu gaala ma nihin, ilaahaygeena anagu waan ku kalsoonnahay, ayagana ilaahaygooda ha ku kalsoonaadaano, laba ilaahaan kala leenahay anaga iyo Habiye. Habiyaha waxay leeyihiin ilaahaygii ayaga soo faray inay dadka dhacaan, dadka kufsadaan, guri islaameed sheegtaan, wixii ayaga qalad ay gacmahooda ku sameeyeen, fabima kasabat aydihim, ay gacmahooda ku sameeyeen ayaga, waxay gacmahooda ku kasbadeen ayay inkiraan ilaahaygii u soo amray ha caabudaano. anaga ilaahaygeenii waa ilaahaygana soo amray oo na leh, aniga mooye cid kale macaabudi karaysaan, dhiiggii islaamka xaaraan uu idinka yahay, dadka soomaaliyeed islaam iyo gaalba gardana kuma dili karaysaan, dhul islaameed kuma duuli karaysaan, kufsiga waa xaaraan, qaaticul dariiqa isbaarada dhiganay waa xaaraan. anaga taasaan u hogaansanay ilaahaygeena anaga kaas waaye. ayaga marka ilaahaygooda wuxuu ku soo amray inay wax dilaan, waxna dhacaan, taariikhda madow ay soo sameeyaan, intay burburiyaan oy is-ilowsiiyaan, ayaga haddana dusha kuu saarayo. haddaan maxaa ula jeedaa taa, Itoobiyaankii shalay xasan keenay soo farmeeray ayay maanta leeyihiin lafta gareen oo toobad keen, aray diintaad ka baxday Itoobiyaan gaalaad lasoo safad, xalana dhexdii gabdha soo lama geeyo, kuwa ku niikiisoo gaalamaa gabdhaha, xalana hablaha la geeyo. yaa safaarada Turkiga markii laga reebo magaalada Muqdisho, iyo tan Suudaan markii laga reebaan umalaynayaa, iyo midaana eneen maxaan ku dhahaya ii sheeg Liibiya oo weligeedan ku ooli jirtay oo asagaba qunsul leejo marka laga reebo, safaaradaha kale oo dhan xalan ay dhex fadhiyaan, konteynar ay ka dhigteen xafiisadooda waa konteynaro, gabdhaha la geeyo xamar waa lagu tuntaa. feeri dhegayso, wax qaboojiyaal ayaa ku yaalo meesha la yidhahdo xalane, qaboojiyaalkaas waxaa lagu qaadaa keliya bini aadan, xubnaha bini aadanka lagu qaadaa, wadnaha iyo beer bini aadan iyo keli bini aadan lagu qaadaa. garoonkana waxaa jira albaab laga bixiyo, mana la baaro, diplomatic gate baa loo yaqaanaa, albaabka diblomaasiyiinta ay ka baxaan. gabadha ugu qurux badan baa la geeyaa, ayaa lala soo tuntaa, bil walban habeen walban caruur baa laga soo xaaqaa. wadaniyada beenta ayaga ay sheegayaan, hadduu run sheegayo asagaa xalana u saxiixay Xasan Sheekh Maxamuud 30 sano u saxiixay,
إلمن نكي لدي جري قبل يسمى حلقو دلي قبل دي إلمن أولا ما حلقو دلي قبل دي رارع رارع على هبر قلير ما حلقو دلي لما ذكو نوع فرماجة مركو جوغي وحي أغاتي وحلانا كسعودة قول الرايفل ما لغوطة وقتي وما حلق رايفل حلقة سمسك حلال كوفانا هكور على قادي قبل دي أوكي حرنما ما أجرت حرنما دي يبدلي دي كشي قيمة حيتا إذن بط موضل كان ليه يهي حدود هو إسكفوريهين إثيوبيا جوجتا نيجيريان بوليس ها جوجا بوروندي با جوجا يوغاندا با جوجا حالنا دحدي با دايمونك يدهبك بورا هبنك اي كسو قطان باي كقاطان دلكان جوانا وامن باي قاطان ديار هليكوبتر باي كوغد نيروبي الا جيا إثيوبيا الا جيا سليغلا اي كولي جيبوتي قف لا حد لم ياجرا يا انا جاي ودنيت بان نو سو جليا ديغي حلال الله يدين كغم دغينا كينا الله حلال نوغ دغاي سببتو اي ديغودي ايا ايا انغي حلال نو اهمانتا ayaga digoodi wuxuu xalal noogu noqday ayaga anagana daadansanayo oo gaalna ugu tilmaamay toobad keenana leh dhulkayga u soo socda asigoo madaxweyne sheegtay waad ku ceeb way ku ceebaawi doonaan waxaan qabsan doonta sayuhu samul jamu way waduna dubr dubr kana soo aadin doonaan soomaad garan kulka islaweynida iyo mutakabirnimada ana hadda maan sheegay ilma fir'aawn maxaa u bixiyay fir'aawn yaa ka kibir badnaa fir'aawn ma uu dhigi jiray anna rabbukum al-a'la rabbigiina saray waa aniga asagoo og inu ilaahi mooyana cid kale adduunka la ilaaha gairullah asaga mooyana cid kale adduunka lagu caabudin asaga og fircoon ayuu ismahdiyay uu yiri ana rabbukum ulaala noocaas bay maanta sheegtaan bal dhaqanka fircooni dhaqankan muxuu ku kala duwan yahay bal nin qof islaama rabo inuu dhulkii ka qaato nin gaaladana kaaga horeeyo munaafaqnimada xalana dhexdii kula sheekeysta oo dhulkii soomaaliyeedan wada xaraashaya oo ethiopiankii asaga 2013 keenay maanta adiga dusha kaa saaraya oo haddana kula toobad keen Ethiopia la safan tahay bal waxaan oo kala dhigtaa dhiga loo dara wal iska dhiciya dawladnimada habaabaado nin walba heerkiis haraadsado budlaan meesheeda xukunto anaga iyo nimankaana anagoo is haysan qiyaamaha tagi doona adduunyada ayadoo gudoomin yaa rabbi samada noo furaan leenahay anaga iyo reer fircoon oo isla socono digil imir fa wax samada garaacayo naga fur janna iyo jahiima meeshadna kala geeyaysna kala geey waa isku soo goonay mar iyo dhiig la ayay soo kala furanay kuwaana daalimiintii waa adiga ku inkiray anagana dulminayay waa isku soo adduunyo aakhir beelnay albaabka naga fur anaga dhihi doonne Soomaalka dhaxdeena ka baxdo Cornel Gelle su'aasha kale aan ku weydiinay waxay tahay waa maxay 1500 oo askari oo weerar soo qaaday oo macnaheedu daqiiqada lagu jabiyo oo meedadkii dhulka daatsan maxay tahay sababtaas hadii yaani nin gartan ma guuleysto waligaaga fiiri ha ku tashan dhulad aad ugu haystinays dhul adigu aadan lahayn dhul adiga aadan lahayn waligaa ha ku tashan inaad sii joogaysid ha ku tashan Mareykan ba Afghanistan daraar aad ka soo baxay Taliban gacanta oo qaato wiil waa ka ulkooda heystaan marka niman dhalinyar la soo dhalinyar maxay ku yataa beebo loo soo xiray oo la soo lugooyo hub loo soo dhiibay inay ku baabaayaan taasi ay soo laba yaani mid nool iyo mid inta isma weydiinayaan waxaas wax ka darna iimaanaya way ku jabi doonaan haday dagaal isku dayaan dayaar baa loo yahay haday aan dibin dabi kale keenan dayaar baa loo yahay waxay ku jabeen daalimnimada qaynimada beenta iyo qiyaaliga iyo barbagaandada hoteladan xamar ay fadhiyaan ma waxa waayahan badatay unuka iraabaana la dhahaa ma kirtaadaan soo noqayna aasaan ku soo laba jibaarayna Cabdi Casiis lafta garan muga Ethiopia la soo safti naba digli mirifil jaajo siinay noqdeen waa kuwiin Ethiopianka keenaya waa ayaga Ethiopianka nookeen marka inay ku jabayaan wiilashan xun noo daalimiinta ah xaraanta ayaga ay soo direen inay ku jabayaan ma laba calaaba isweydinaysa adiga ku weydiyo may laba isweydinaysa ma jiro waa ku jabi doonaan siyaasad ahaan ay u jabi doonaan dhaqaale ahaan ay u jabi doonaan ciidan ahaan ay u jabi doonaan wixii federaalka ay ugu jiro 12,000 askarina way ka soo baxayaan hadii dawladnimada Desaal ay ku sii socoto ya Cabdi Casiis Xasan horta garan wuxuu yiri dawladnimada waa heshiis bulsho hadii la waayo nin walba reerkiis dib ha ugu laabto waa run aniguna hadal la qariyo ma aqaano hadal runtaan ka sheegaa hadii halka la i jarjarayo oo qori BKM sujuuddaas la iga saareen waan dhimanniho ma garatay waayo waxaan ogahay qolo runta sheegay urne maxamed sallallahu alayhi wasallam walaw kaana marra haday qaraar tahay xitaa ilaah baa nadiilana nooleeya asaga su'aashana weydiya asaga qiyaama iyo janni iyo naar loo kala hay rabbigina awurtay asaga adduunkan xukuma runta maxaa looga leexdeeyaa nimankan qabyaalad cad bay ku socdaan dawladnimada markaa ay ugu qabsadaan kufsi iyo dhac iyo boob iyo musuqmaasuq iyo qashin iyo balaayo iyo abaar iyo gaajo iyo jinniya timaada nin ayaga aanan ehelo daalad ama qof kale haduu yimaadana way ficilan madaxtooyada kugu soo daadeen aasaan anay kugu soo daadeen ay kuleeyeen
waxay waji leeyihiin dadkan niyo inay jabayaan marka ilaahay garabkooda uu ka baxayaan niyo daalimnimada ay ku socdaan ayag niyo ma garatay daalimnimada ay ku socdaan wadaniyada maxay tahay wadaniyada dalkan xor ma Itoobiya kaliya maxay tahay Itoobiya haday dhulahay waa sax Itoobiya dhul Soomaaliya Soomaali galbeed la yiraahdo haysta Itoobiya anaga Itoobiyaan ma nihin sinji faraxna nooma galo Kenya dhul bay haysta Kismaayo way joogtaa Kenya waana tii badan ugu haysatay farmaajo markuu joogay nin habiya ma aragti oo farmaajo garab ku siinayay oo dhahay xitaa yaani garab ha lagu siiyo Kenya dhul bay naga haysataa Kenya hadana badayna rabta inay haysato qof habiyo ku hadaan qaay maarag marka laga reebo dhalinyaro taageersada fikriga maxamed abdullahi farmaajo siyaasiin meel soo fariisatay maarag waa may farmaajo ay ku ximeynayeen marka ayagu xukunku qabtaan waxay ku leeyihiin wadaniyad waxay kula soo jiraan oo beena ayagoo xiliga interest ka raadinayo madaxweynu ku xigeen inay gobolkan ka dhigtaan hadii madaxweynu ku xigeen ay ka waayeen koonfur galbeedna shabeelada hoose inay la go'aano banaadir state wax la yiraahdeen ay ku biiraan ay sameeyaan baay bakool la isku dhaafo Soomaad garan baay bakool la isku dhaafo kaas ay raadinayaan marka sidaa awgeedii dhan walbay u jabayaan aan ku dhahay hadii dowladnimadana saan ku sii socoto sidoo Cabdicasiis uu sheegay ayay noqonaysaa reer reer kale oo dowladeyn kara oo maxaa ku jira wadaniyad been ah la soo aadi karay boqolaal bay inaan jirin baarlamaanka qabiil aan ku joognaa guddoomiyaha baarlamaanka anigoo ii matalaya ra-iisul wasaaraha daarood buu matalaa xasanka nimankan wuxuu matalaa reer fircoon oo matalaya ma garatay yaa ra-iisul wasaare ku xigeenka iyo guddoomiyaha aqalka sare isaaq uu matalaa ama dir uu matalaya waa kaada qabiil aan ku wada fadhinaa Soomaad garan guddoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka ama koowaad beesha jeelaan shanaad uu matalaya waa kaada qabiil aan ku fadhinaa marka anigaad wadaniyad been ah ii soo dowladeynaysa wadaniyad been ah ii la soo doonaysa Itoobiya adigaad keentay waad siilowday adigaa jigjiga tagay adigaa dhaanta ku soo dheelay adigaa yiri uba onalef iyo al-shabaab waa isku mid adigaa u soo saxay 2014-14 Itoobiya waad siilowsan tahay inaad tagtay Itoobiya walaalaanahay adigaa habeenadan baraha bulshada la wareejinaya fiidiyowyadii hore uu ugu hadlay isma daawada miya xasan maxishooda miya way jabayaan hadda su'aashaada kaaga jawaabana kaaga jawaabe way jabayaan dhan dhaqaale u jabayaan dhan siyaasada u jabayaan dhan darxuma u jabayaan ciidanka federaalka igu jiraan waan kala soo bixi doonaa hadii lagu kala baxo dowladnimada Soomaaliya budlaan xagga ay fadhiisaa anagana barteenaan fadhineynaa de waa la kala nin walba de meesha uu gaari karay ha gaaro ha arkaana marka hadii ay dowladnimada kaligooda sameysan lahaayeen ay sameysan karaan 4/1994 ay sameysan lahaayeen oo hablaha batteriga fatada laga gelinayay oo batteriga lagu xareynayay oo Muqdisho wqooyi koonfur loo kala degay maxaa ku keenay kaasiinay korkaada la isku soo kudey markay ayagu isu dilayeen ayay dowlad sameysan lahaayeen dowladnimada Soomaaliya la'aanteeda inay noolaan karin way ogaadeen haddana way kibriyeen sanad laba hotel oo xamar laga dhisay iyo ay Soomaali isugu timaaday iyo ummadii Soomaalida haddii soo urursadaysay iyo markay arkeen ayay kibriyeen inuu kaa iskale dee ha lagu kala taga haddana hayso wasaanay suulida ha isku yaani ha isku dhaxwasanay sidaaya aan oga dhaxbaxno Soomaalida Soomaali dhaxdeen ha ka baxdo anaga xuduuda siinka dheer iyo meesh la yiraahdo ii sheegeen jazeera ii siinka dheer iyo lambar 4 ee riideeda ayay ka bilaaban doontaa dee dowladnimada saasay noqonaysaa wasiirka warfaafinta ee Puntland dhageyso wuxuu ku hadlay in lagu dhaqmo wiiri dastuurka that's right in lagu dhaqmo dastuurka in lagu dhaqmo waa wax waajib ah federaalnimada waa lagu heshiyay federaalnimada ma ahan inaad been badan tahay oo haddana xusuustaadii ay maqan tahay anaga wariyahaani wax igu waayay ma ku sheegaa anaga ina leeyihiin toobad keena digli marifa waa inay toobad keenaan awowyaashoodii qaarkoodii caawa geeyay oo 100 sano ka hor geeriyooday hadii dib loo soo nooleeyo ay 5 daqiiqo nala joogaan reerka maanta waxaan u hadlayo waxay u sheegi lahaayeen hadduu Ilaahay naga ogolaan lahaa caawa awowyaashoodii nimankan ee qeylinaya reer Hiraab qaarkooda hadii loo soo nooleen lahaa caawa waxay afkooda ka qiran lahaayeen unuko istaaga ku qaadinayno ayay diinta afka noogu anqariyeen ayaga diinta la bari ay afkooda ka qiran lahaayeen wallahi oo billahi oo talaa waxaan dowladnimo aqoonin qof kaloon habi ahayn hadduu madaxweyne ka noqdo way masiiraan wax qabadkoodana waxa weeyaan naag la kubsado musuqmaasuq iyo qashin iyo baqti laaluush iyo mushaar la jarto ciidanka cuntadoodii la jarto masiir iyo balaayo haddii wadaniyad been ah ay soo jilayaan xalana dhexdiiba hablaha Soomaaliyeed la geynaya lagu iibinayaaye xalana hafuta kadiyo ma futa kadin kara beentiis waay xalana weerar kuma qaadi karo Xasan Cali Qeyr iyo Farmaajo meesha laga raacay waa xalana ciidanka markay faraha ka qaadeen Xasan Cali Qeyr iyo Farmaajo ciidanka markay een maxaa ku jiraa database markay u sameeyaan oo indho iyo fara laga qaaday ciidanka oo kaar loo sameeyay kaar caafimaad loo sameeyay kadib waxay u soo jeesteen xalane
حلر انت يوسو جيستين وحي يرادين دورشة كدب فرماج وحو لاينا واسوس انو صانو قلع يسمو داي دورشة كدب قرشة وحوها اما دورشة كهربو وقتك اسامي حواي ان سفارة والبو كنتانك حمر نحفريسو اي سفارة دا حمر كدسوتو حلالا لو بدل حر عيدا حر السراكين لو بدلو اما قرونك دياردها ان ما دام القبطان صومالي لقاد ربي حلقا يا ان لو بدل على ربي ميشا لغا راعي فرماجي اي غيري ميش واي ميش لغا صور راعي فرماجي وحلقا كوايي والا استوغو تغي يا نمان كان ودنية دهر نبتا ورا فرماجي ننكي كسو هرجيدا ننكي تاقرس ننوال بدل خلطة انو شاقوي ولا سنة قفك كريدت كيسو ملا محيسان كان والا سيانيو قفك بناء دنكا كريدت كيسو وإلا سيا marka runta ka hadalno ciidankii farmaajo uu dhisay ya ayay adduunka aakhira ee mashriq iyo magrib uu kala direen ciidankii aan eritrey waali iibsaday eritrey maxay loo qabtay anaga eritrey anaga maxay loo qabtay waali iibsaday farmaajo inuu asaga istoogta kaliya u dhiman uu lahaa habeenkii waraa lagu wareejiyay feelkana feelkan waa kii inuu qabteenta feelkan waa feelkii ciidanka feelkan waa ciidanka eritrey kuma qan markii la lahaano wuu xishoon kari waayay xataa wallahi oo bilaa oo tala dadka noocaas madaxweyne maanta noo ah hirt hirtaanyo waa inuu ka ku soo boodanay ku leeyin way jabayaan maanta ay jabayaan biri ay jabi doonaan mustaqbalka ay jabi doonaan waayo xaq iyo baadil milma wada galan iyo ustaan way كورنيل جيل سؤال هدان كويديو قدومي كحيجين كي هوري أمنيجا إيه سياسة دا قبل كبنادر أو فرماجو جي كذا وحقو كارين جري مركي دبانا لدى العسيي أو ماركي سي اللي يراح علي يراح علي ماركي سي أولا شي ماركي سي هبر قدر وليبا عاير باشا بحر نبي أما هير عيو وحصوقا تيسور أسكري ديقل أو مريفلاقه oo macnihii astaanta qaranka Soomaaliya xiran iyo astaanta state ka Mainland kaasoo markaysay macnihii calanka Ethiopia soo qaatay hees Ethiopiana shitay wuxuu ku soo qoray sida tan waa ku akhrin doonaa lafdiga erayadiisi kan meel kasto oo uu joogo qofkii soo farsameeya ajir ayuu shaqeystay dalka iyo dadkana abaal ayuu ku leeyahay waliba waa in si foolxun loo habeeyo si uu tusaale ugu noqdo kuwa kale ninkan baasaboor Yurub u haysta habaynta macneedu waxa weey askarigan wuxuu leeyahay digal aw mirflaah ah waa in la soo dilaa qofkii soo dilana ajri xasanad buu soo helayaa Cali yar Cali hadduu sida leeyahay bal Hussein Aidid markaysay Ethiopian ma keenin miya Cali Maxamed Geedi ka waran markaysay macnihii ka waran hoggaamiyashii hawiye bal wax ka dhe maxaad leedahay waa kan cadeyntiisi Cali yar Cali na garoob oo la furay maanta uu kaliita oo masiirsan Cali yar Cali ninka la yiraado na garoob ah ee la furay ee masiirsan uu kaliita maanta wuxuu ugu liitaa yaani waxaan maantaan ku sheegayay qof walba ayaga kamid ah wax qor iyo qaano ama wax bartay haddii qaladaadka ayaga ay soo sameeyeen oo kaliya hadii la daawisiin lahaa ama dib loogu soo celin lahaa as a revision ama muraajaca hal hadii dib loogu soo celin lahaa wallahi ninkii damir la wuxuu xishoon lahaa reerkan habiya la yiraado wax walba qaladaad ah siyaasiyiintooda ay sameeyeen oo haddana ayaga gacmaha isku tooganayo ayagu ku soo noqonayso hadday akhrin lahaayeen yani haday damir leeyin wuxuu xishoon lahaa laakiin dadkan damir ma laha ani waxaan ba ogaaday inuu daraasad muddo aan sameey waxaan ogaaday nimanka habiyaha reerkan habiyaha la yiraado in daanka la jabiyo la iska dhiciyo ya la iska kululeeyo oo la tuso inaad dhimasho diyaar u tahay lagu marsiin karin inaad markaas ay ku dhahayaan namaste 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 ilmaadeeraanahay markaas ay ku dhahayaan waa ogaaday daraasad muddo aan sameey wallahi waa ogaaday waa waay daalmiin waay dowladimadu waxay weey qaanan ku guri ku gaari iibso saan ku sheegay waa tan wiilka wiilkaas daraawishta koonfur galbeed waaye saani uu malaynayo haddii la soo habeeyo haddaan la soo habeynin habays iyo Cali yar iyo Cali yar iska badaabo nin meel uran maanta ma jiro shalay farmaajo taageersana maanta xasan wax u qorqoraya biri ninkii kale yimaado taageera de nin waxa waaye baasaboor Yurubiyaan u heystaa reer Sweden waaye Cali yar Cali boostadiisa Cali yar Cali boostadiisa uu qoray digli mirfaha Sweden la jooga boostadaasi screenshot kan ka qaatay ka qaata hadii askarigaas meel alaalmeen shuu joog hala soo habeeyo uu yiri haday suura gal noqoto in la dilo aniga Sweden daawad kaga furayno waan soo joogaa Sweden Cali yar Cali
نيروبي هتلاقي هكون حلو ما ليستو وحود وانا هسه مايو لكن سويدن دعوة كجفرينا غير ديجلي مرفلة انت اداوان ايسا حدو ديگانا دا انجوغو كونفر قلبيتنا اسكريغا ديگانا دي سو جوغا تيادا كلا وحان كو شيغيا استاذ وحي ديارينا يان عبد عزيز حسن لفتا قرين وحيرينا اي حالا حيري وحنو عاس وحالا ديارينا يا حدي كو سو قارت حدي كلا اهدن مدو اي شيخ اي غبان انا اي لا يشان وقتي اذا صوت صعودو ام بهبين دم هنغضا من بيري هنقطو شركاسين وحيو دارنان دونا ان خير مايلان حليها لقى قبطه حليها سي او اه ان عبد العزيز اللي حيره ما دام وقت لي صور ما دام حنا سي لي ده حد يودن استاذ هل شيء انكو شيغيا ددك ديغي لي مرفل وانو شيغيا سياسيين تو كفر قلبان وانو شيغيا واحد اوغانيسان عيد وحا جيرته او يهودي نصارى ده كهدليس يهودي وا يهودان فلسطين ما تدولكيده كو غومادايسا نصارى وا وخي غال اه او كريستيانا يعني كاثوليك يو اوردس اوردوكسا ليرادا اوردوكس وا ان ايتوبيا اي روشكي سيربي اي غريغويان كاثوليك لو كريستانتا ايد القران كو هي لهدها ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع مله ابراهيم يعني ان يهود اي نصارى برغالي كامن نقونيان الا كوقات اد كنقوتيد اد كبهودو قاديد ديغلي مريفلو إيه على صوت رسال دوره إيه حشيشة حمر كعبة إيه لوش كلا صوصية سياسي كشاجة إيه على وش يصير عيار كا إيه دمير كي تدني ماذا إيه جاجوس لماذا كديك تي جرادو إيه دقل مريفلا ملايين كا إيه سياسيين تي حلوا أنا ذا إيه عبد عزيز قديسي عليك هذا أنا إيه إنتي دقي سنة إسا إيه سومالي ذا كلا دري دارات بو وحلو شيء قوت هان قاسة ديجلي مرفلا وحنو شيغيا انت بقولك يا بسغاشن ايش انت ديجلي مرفلا ايه تاجر سن ما انت هلقن كان ايو حالة ما انت تاجر ايه اونلين كاه عيد عن سوقاتي يهود ايو نصارى اما قالو خالي كامن نقونا يعني مركي سياسة ايدن نقوتو الا كبقات عدك نقوتيد لمن كان هبيانا خالي نقمن نقونا يعني الا انك ايق عن اقولانو الى حكومك ايو بين هولدر إلى أي نوع غضين قلنك أيها نوقف تنخالي نوغا ما نوقونا يان سياسة صوماليا إلا هل شيء ما هنا أي غالي نوغا نوقونا يان تاسي أوعى إلى أن أقولانو دبكا يسوشي دين إلى أن أنا بنزين كشبنو مريو ديك لإيه نوكالفرانو دولد نمدو إركا كما سوى دقين هشي سوى أها صوماليا هل دل بيلا لهاي لكن واكل ديغان سياسة الحزب ماهن بارلمان قبيلة كفرنا هدي تالا وايو سو در ادارة نحدينا كبها انا جي نما كان مريو ديك اينو كالفرانو دفكا شدنا بنزين اي دلبن ديان قبطين دونا سمدا هنو عساطو عبد عسيس وحو يري خير والبو اي شخصي والبن غير كي سو ديب اوغو سو نقون حدو دي سو حرم استاد واي كورنيل جيل ماركيس علي يري وحو يري هلا سو دي لسو لغم يابا اساقنو كاردين تواتا سؤال مدى اللبات ممودة إن أي صورة عين مركا نوان كي هوية أها سياسيين تودة إيا قاقليا شودة إن أي ديقل أو مريفلة معايب أيو قبان معاني دمان تود إن أي أمي دي سيهين إن دادكان لغو مادو سؤال شده دو حوي حسن شيخ محمود باشي سوحا لي لشري ماركا يسي الشركاسي وإنتان كشاقي حدنا مانتي معاني حسبيقي مانشيل أو ديقل أو مريفلة ها أولا شي قومية دمايلان وشريف حسن أوه قامين أيو الشر الباباد أحرية السرع ولقالي محو شيغا يا بي كولتاي موحو لي هي ماركي سامعني انا يسكر يكيك وسامايا ستيت كيني ماركي سامسة دبكو شدا هذه رايك محوية وحنو ملاينا يكرر للجيل انو موت يركجرو لكن واسوغي دابي اندي لاي باري ما شريف حسن باشر للي ياشي كوحدي منشيل معارض كو اها وناقي هراب انو نقانو شير لقلايبا حسن معني مانتي محاد اسلاده هذا هاد ليان دي وحو شيغيا دوسي لو ما لا شنت دقيقه ولا سو شيكيسنا يا هرتودو كو دوسيا دوسيديساي دغيسنيان يو بنتي بربغانددا ان واخ كلا سوناي ما جيرو marka dhusadis dhusadis uf ma dhahayaan miya marku ku dhus dhus hortooda uf uf ma dhahayaan miya demay de waana naagana kuma tilmaami karni oo dumarka naaga hiraab lama dhigi karne waayo dumarka maanta dumarka Soomaaliyeed qaar kooda fiiri maanta xeeraha ayaga hoggaanka u hayaabo burburka markuu dhacay ayaga reerihi maanta waxa u noqday ee nimankan waxa la yiraahdaa
نمكان موتاد نول بالي رادا مساكين تموتاد نول علي رادا عم بوحالي رادا عدومها هبية عدومها هبية نمكان واحد عدون صدا نمكان حمر جوغا مالك وحي وشيغيا كوشيغيا نينكي ووي ماذي إذن كان إذن هبين دوننا بيدوي براوان قصقي عن دوننا نلقرب إستاغا إنو تاسي كالهض لكو أما إن أفرتن ملين كنتن ملين دولار أيان كوبي هنا دورة شادة على حلوان لو بغل وكونو دولار وقالن دونا بح ديارة راعة وحان ديارن دونا وحان ديارن دونا سيستم كي دورة شادة يكون إيه لهات أولا روحان ربي إنو أنيقي لجوغ لكن نورك تايدي إنو قاطو ما دام تايدي وكسو هرجيستي حد إنو ماشا كبوح واي فين النوع سي أساسينيشن دي أساسينيشن عادي هلا بالعبا يا وح أساسينيشن اللي يرادو أو شرقوال آه لأن شرقوال كاسنو ويكوفش المان وات أكتهي وحان ديار أمنا هاي أنقا دي دي اللي مرفل أهان نيمن كاني أنق وليقيني مهشينين النيو داد كان وليقيني مهشينينو أدوية نكو مهشينينو آخر نكو مهشينينو ميل أنكو هشينين نيمن كان مجرو وأنا من الحشونين وأنا من المحاكم كل هذا قابدرن وضد إلا إسكدي مويانه عن وجهك للهيل ما قلت عبد الحسين حسن لفت قرن واحد كما قال يا والله ويكوفش الميان هذه لا صدر يبهاني صغير ويو يوحي له المالية عبد فتح جيسي إيو قشن إيو هيبلو بلاك إيو قشن هذه صدر على إيجاجوسين أيها كوكو أيها ayga ku baabaaya waxay ka qaaday alaabooyin ma jiro waan isaga filannahay haday baraw noqoto haday baydhow noqoto xasan asaga waqti ku socda asaga lagu soo keenaya siyaasiinta maanta reerihiis ah iyo siyaasiinta kale budlaan halkaas ay u fadhisa tii Soomaaliland ba meel u taalo qaatuma maanta banaan soo istaagtay awdal baasi karkaraya sanaag xirgaawa haddii shaqada ka sii bilaabaneysa Ethiopia waa ka way soo galeysa meel walba asaga ay maanta jirtaade جلبي كمسومي براوي بو علي ساكو يالبور شباب با افديدا حمر هبل بوبيا لوو غراعيا برهنا سو عادو كوني 200 ان وحبا او تاغري او غنتاله واي ما انغو نوالا يا حسن واي اوو دنبينتي ماركا بونتلاند مانتي وحي تاغيرتي مدحوينه لفتا غرين يا دولتا مايلان هذا الكيشالي لفتا غرين او جيديي ادول غرير كسياسادهد اها هويه اي كنخين او حسن شيخ محمود خليتو له هويه انو لا فريستو اما او لا شيرو خصبتي سؤال لغوي دي هوية اي كود هين ورمحاق قرشاة نكي وي ما دون هدلي